مش انت بتقول لي في شرفاء؟ ما انا بقول لك الشرفاء حصل لهم ايه؟ هو سعد الدين الشاذلي عمل له ايه يا عم حسام؟ مش اترمى في السجن زي تجار المخدرات؟ قلنا ثواني بس قلنا ان ما انا بقول لك ايه بقى تحقيق وان طلق نار بالخطا ما تمش تحقيق هو مش في روايه موجوده في التاريخ دي روايه واحد بيحكيها وصلاح سالم حكاها كده طيب مع نفسه خلينا لكن ما هو ايه؟ انا معيش غير 10 دقايق والله طيب يبقى اذا احنا بنقول ايه؟ الشرفاء هم اقليه قليله ويتم العسكر يضعونهم في السجون الجيش المصري يا سيدي اين هم الشرفاء الان ما ينطقوا يا عمي الجيش المصري ملناش دعوه بالوقتي احنا بنتكلم على التاريخ لما نيجي دلوقتي التاريخ فين هنيجي نتكلم دلوقتي هنيجي نتكلم يعني انا بسالك هنتكلم بس انتظر تقول لي الجيش المصري خلينا بس خلينا ما تقول لي بقى هو احنا قلنا الجيش المصري هو دفع عن حدود مصر من الضباط والجنود الشرفاء الاعلام ما فين يا عم خلاص بقى ده دي هو عبد الناصر لما كان بيجيب الرقصات والخمره يا استاذ حسام انتظر بس بس عليا اصل احنا لن نكون عسكر اكثر لا لن نكون عسكر اكثر من العسكريين عبد الناصر لما جاب الرقصات والخمره والنسوان في قلب الجيش يا استاذ حسام كان فين الضباط الشرفاء طلعوا عملوا انقلاب قالوا مصلحة الوطن لما انهزمنا في 56 ضباط الجيش قالوا فين مصلحة الوطن وسيناء ضاعت لما انهزمنا في 67 ضباط الجيش طلعوا قالوا فين مصلحة الوطن لما عساكر السادات قتلها في 73 يوم 14 اكتوبر في تطور الهجوم وقتلهم في الثغرة ودبحهم في الثغرة وقتل الشهيد ابراهيم الرفاعي في الثغرة وقوات الصاعقة اتقتلت في الثغرة ومبارك قتل قوات الصاعقة في حرب 73 كان فين ضباط الجيش ما طلعوش يتكلموا ليه كانوا زي النسوان قاعدين في بيوتهم ما يطلعوا يقولوا الحقيقة الله انت هتقول لي في ضباط ورجالة وبتاع هم فين يا عمي يا استاذ صابر الله ما كلهم ساكتين ده الساكت على الحق شيطان اخرس ده انت بتتكلم في دماء يا اخي بتتكلم في عساكر اتقتلت وظباط اتقتلت بتتكلم في دماء في ارامل وايتام هم فين الظباط دول ما بيطلعوش يقولوا كل واحد يكتب لي مذكراته في السر على استحياء ما انا عرفت الكلام ده من مذكراتهم يبقى كان في ظباط الوحيد اللي طلع يتكلم فيهم سعد الشاذلي يبقى كان وطلع على هذا الكلام ما هو اقليه وبيكتبوا على استحياء كل واحد ياخد منصب ويسكت الجمص سكت على هذه المهازل مقابل سعد عين وزير حربيه كمال حسن علي وزير الدفاع سكت على مذبحه اللواء 25 لسنه عماله مقابل ان عدو رئيس مخابرات ثم وزير دفاع الماحي وغيره ما تسكت يعني الحكاية أنت لما تقرأ مذكرات العسكريين يا أستاذ حسام تبكي بدلا من الدموع دم تبكي حسرة أنا قلت لك هؤلاء العساكر الذين ألقوا سلاحهم والذين سلموا هم خونة ولكن مع ذلك يجب محاسبة من تسبب في قتلهم تمام ولذلك أنا بقول لهم أنتم ما بتتكلموش ليه أنتم ليه سبتونا عميان 60 سنة ولا 62 سنة لما البلد راحت في داهية